في بوليميك سنطيح نحكينا عليه الموضوع ومازال يتطلب الحديث الحقيقة ويطول فيه الحديث بعد ان تم تداوله على انه يسبب السرطان والعقم لدى الرجال حجز كل الكميات من الحليب المركز القادم من ماليزيا بانسور. لأكثر تفاصيل ناخذوها معنا وسعداء جدا بحضوره معنا المدير العام للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية سي محمد الربحي. أهلا وسهلا ومرحبا. أهلا وسهلا، مرحبا بالسادة المستمعين. شكرا لك سي محمد، سعداء بحضورك معنا وبقبولك دعوتنا. دونك منذ الحقيقة أيام تم الحديث عليه هذا الموضوع اللي هو الحليب المركز القادم من ماليزيا. أولا دكتور سؤالي، خلينا من المنظور علمي، أسكو نجم نقولوا عليه حليب مركز هذا وإلا لا؟ لا، هو في الواقع بالنظر للتركيبة ما نجموش نعتبروه حليب مركز، باعتبار أنه هو الاسم اللي يمشي يتماشى معاه، هو خليط من الحليب وبعض المواد الدهنية إلى غير ذلك، وبالتالي الاسم فيه شوية مغالطات، وإحنا مش مغالطات، ولكن إحنا توا متعرف توا طرحت الموضوع بارك الله فيك. احنا وقت اللي سمعنا اللي فما اشكاليات معينه، تعرف انت وقت اللي نشوفوا احنا على مستوى التوزيع وعلى العرض نشوفوا حاجات غير عاديه. القانون نتاع السلامه الصحيه المنتجات الغذائيه اللي احدث الهيئه هو يعطيك العمل بمبدا الحيطه، وين فما اشكال تنجم تحجز وقتيا وتعمل التحريات نتاعك الى حين يعني توضيح المساله واتخاذ قرار على أمور صحيحة. احنا وضعية الحال الحليب تعرف انت على صار برشا تداول فيه، وسواء كان على مستوى وسائل الإعلام وكذلك شبكات التواصل الاجتماعي. احنا ما بقيناش مكتوفي الايدي، تعليمات صدرت الى كل الادارات الجهويه نتاع الهيئه اللي هي موزعه على كامل تراب الجمهورية، معاد الاداره الجهويه لكل ولايه بتاريخ يعني الأسبوع الفارط. الأسبوع الفارط. الأسبوع الفارط، والكميات اللي كانت معروضة تم حجزها وقتياً. وتعرف أنت إيش معناها الحجز الوقتي؟ هو الحجز الوقتي باش تثبت، باش تشوف، باش تقوموا بتحاليل. ما هذا هو فيه من بين الإجراءات ثم التحليل، خاطر مش ديما ضرورية، ولكن في وضعية الحال احنا ارتعينا انه باش تكون يعني الأمور علمية 100% مش نعملوا إجراءات، سواء كان في علاقة بالتلوث الجرثومة، في علاقة بالملوثات الدقيقة، في علاقة بالمواد الدهنية، هذه كل إن شاء الله باش معناها هي بصدد التحاليل. تعرف أنت إجراء التحاليل فما أجال معينة ما تنجمش تحكم فيها، كل مؤشر أو كل بارامتر عنده وقت معين يلزم يستغرقه باش النتيجة تخرج. احنا مع هذا فما تحريات صارت على مستوى التأشير وعلى مستوى الاسم اللي بديت بيه سيادتك. بالنسبة للتأشير كيف كيف، فما لصيقة صارت ملصقة، وتعرف انت إذا كان يحجر احنا اي اذا كان باش نسمحوا احنا كل واحد باش يضيف على يغطي هكا الغلط ولا الاشكال يغطيه بلصيقه ويحط فيها اللي يحب، بعد تولي مشكله، وقتها تولي امور ما عادش مضبوطه، وبالتالي هو المشرع يمنع الشيء هذا. احنا لما حاله تو الهدف هو حمايه الصحه العامه. احنا المفيد كونه المنتوج هذا هو محجوز وقتيا على ذمه الهيئه، والهيئه هي بصدد القيام بالتحريات اللازمه، منها التحاليل اللي كنت نحكي عليها، واذا كان اتضح ان المنتوج صالح وما ياثرش على الصحه طبيعي جدا نجم نرفع الحجز، واذا كان نرفع الحجز، واذا كان فيه اشكال طبيعي جدا باش يتم الحجز والاتلاف الفعلي، وبالتالي الاشكال هذا ان شاء الله يتم يعني دراسته بصفه جذريه، ومستقبلا حتى ولو باش يواصل دخول التراب التونسي لابد انه يكون مطابق للتراتيب جرم العمل، منها مطابقه التاشير وكذلك الوثيقه هذه اللي هي ممنوعه، ويتم يعني المراقبة فنيا على مستوى التوريد، وإذا كان
مطابق طبيعي جدا باش يواصل تواجده في التراب التونسي. باهي دكتور، اول ما اشرت انه فما اشكال على مستوى المكونات والهويه لنا، باعتباره انه ما نجموش نقولوا حليب مركز. لا هو هكا علاش انا راهو تنجم تكون مش بالضروره مغالطه ولكن تكون على حسن نيه. احنا اللي توا قاعدين نشوفوا فيه وندرسوا فيه هو اذا كان ما يكونش مضر بالصحه نجم نبدلوا هكا التسميه وتعود مستقبلا معناها تخضع للشروط اللي احنا باش نحطوها تو. ولكن اذا كان ثم اشكال طبيعي جدا. اشكال على مستوى ماذا دكتور؟ على التحاليل تظهر؟ اي انت وقت اللي باش تعمل تحليل طبيعي جدا انت باش تتصرف وتاخذ القرار نتاعك اون سوبازون على التحاليل النتائج هذيك. احنا النتائج هي توا صايره احنا لما حاله. انا المنتوج هذايا خطر اذا كان ثم اشكاليات خاصه في علاقه بالتلوث الى غير ذلك نورمالمون راهو صارت اشكاليات قبل ولكن توا ولا تحت المجهر باعتباره انه هكا عدم احترام التاشير هو اللي خلى المنتوج هذايا يتم تسليط الضوء عليه ومن خلاله هو طبيعي جدا باش كل المنتوجات معناها تمشي في اتجاه واحد. دكتور محمد، سؤالي ليك من الجانب القانوني وانت ادرى بينسور من هذا، وقتاش نلتجئ للتحاليل؟ خطر فما برشا اصوات تنادي اليوم معناها شفناها يقول لك وانه القانون، وانت ادرى لربما يقول وانه القانون يقول في حاله ما عدم تطابق ما بين الهويه والمنتج فانه يا يتم اتلافه ويا ارجاعه دون حتى انه نلتجئ للتحاليل هذه في مرحله ثانيه. كلامك صحيح، كلامك صحيح، هذايا في صوره انه مازال ما دخلش لتونس. مازال ما دخلش، لن ندخل. اما هو خذا الترخيص ودخل. هذايا بطبيعه يولي من كيف وكيف المنتجات الاخرى المعروضه يتم التعامل معها كيف. اما اذا كان مازال ما دخلش وهو مازال معناه طالب انه ياخذ الترخيص باش يدخل، طبيعي جدا اذا كان ما يكونش مطابق عنده حلين، اما الاتلاف او الارجاع. واحنا حاليا هو دخل لتونس واحنا باش نقوموا بالتحاليل، طريقه الدخول هذيك تو من بعد في صوره ما اظهرت النتائج بيان سور يشوفوا شنو هي كيفاش دخل هو لتونس. لكن هو تعدى راهو بالمصالح البيطريه حدوديه المراقبه البيطريه معناها بون، وان كان كل واحد كيفاش يراه، ولكن صحيح احنا الملف هذا هو من المفروض هو من انظار الهيئه، ولكن مازال ما صارش تسلم معنا الباساسيون، ما زالت باعتبار ثم شويه اشكاليات في علاقه بالموارد البشريه المختصه الى غير ذلك، ولكن ان شاء الله في القريب العاجل باش يتم دراسه الموضوع وتلافي هذا الاشكال. ولكن راهو خذا ترخيص من المصالح المختصه واحنا تو لينا نتعاملوا معاه على اساس منتوج او ماده غذائيه يتم تداولها في السوق الداخليه. اي دكتور، خصوصا انه حسب ما سمعت المده اللي فاتت قالوا انه هذا المنتوج موجود في تونس وفي الاسواق التونسيه منذ عشرات السنين. وهو كذلك وتعرف انت الهيئه هي وقتاش بدات، احنا الهيئه بدينا في 2022. اي القانون خرج 2019، ولكن الهيئه وتعرف انت تركيز هيكل جديد ياخذ شوي وقت، احنا بدينا فعليا في جويليا 22، واغلب دول الملفات خذتها الهيئه سواء كان في علاقه بمقام مراقبه مسالك التوزيع وكذلك المراقبه الرسميه عند التوريد والتصدير، ولكن ثم البعض من الملفات اللي ما زالت ماخذتش، بالملفات صغيره ان شاء الله يتم تلافي الموضوع باش يتم التطابق مع ما جاء به القانون، باعتبار انه القانون اكد وركز الهيئه كهيكل رقابي وحيد في مجال السلامه الصحيه للمنتجات الغذائيه. هذا هو. يعطيك الصحة، شكرا لك دكتور محمد الرابحي المدير العام للهيئة الوطنية للمنتوجات الغذائية والسلامة الصحية، يعطيك الصحة على حضورك معنا وعلى تدخلك معنا، وشكرا لك على كل هذه التوضيحات اللي قدمتها لنا. دونك هذه دونك توضيحات كما كنتوا تسمعوا سي محمد الرابحي قدمها لنا في علاقة بالحليب المركز.